السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن لحام الكهرباء الشيلد ميتال ارك ويلدنج والالكترود اند الكترود كوتنج اكوردنج تو الامريكان ويلدنج سوسايتي A5.1 او المواصفة الخاصة باللو كربون ستيل الكترود. اللو كربون ستيل الكترود اول حاجة فيها هي الكور واير او المعدن الداخلي اللي موجود، وفي كله هو نفس المعدن ومقاساته 2.5 و3 و4، وفوقها بيتكون البودرة اللي قدامنا دي. البودرة دي لما بعمل عملية التسخين بتاعة سلك اللحام بيبدأ يحصل لها دي كومبوزز وبتكون جازز. الجازز دي بتعزل منطقة اللحام عن الهواء الجوي، وبالتالي بتقلل دخول البروستي والعيوب التانية بتاعة اللحام زي الهيدروجين كراك في الدي اوكسيديشن، وده بيبقى الكوتنج بروفايد افلاكسنج اكشن عشان يعمل عملية ريموف للاكسجين. طيب البودرة دي بتعمل حاجة ثانية؟ بتعمل اللوينج او في عناصر بتحسن جودة اللحام وبتخليه اقوى من البيز ميتال، في نيكل في مولبدانيوم حاجات زي كده، في ايونايزنج او حاجات بتحسن جوده الارك اللي موجود بعد عمليه الاشعال نفسها وبتخليه ستيبل ارك، في حاجات بتعمل انزوليشن اللي هي بتبقى ايه السلاك بيتكون فوق منطقه اللحام كده وبيبطئ معدل التبريد بتاع اللحام. طيب المواصفه الامريكيه ايه؟ 4 اكسات او 5 اكسات. ايه بترمز ليه؟ الالكترود، اول خانتين بترمز ليه التنسايل سترينث اللي بتستحمله السلكه، الخانه اللي بعدها البوزيشن، اخر خانه الكاركترستكس بتاعتها. اول خانتين التنسايل سترينث يعني 60 13 الايجاد بتاعها 60000 رطل على البوصه المربعه، ال 70 18 70000 بي اس اي او 70000 رطل على البوصه المربعه، الواحد معناها انها اول بوزيشن في ارقام كتير. بعد كده اخر خانه اللي هي الكاركترستكس، لو انا عندي 3 او 5 او 8، دي 3 او 5 او 6 او 8 ده لو هيدروجين تايب الكترود، ولو انا عندي 0 زي 60 10 تعتبر سليلوز الكترود. تمام، وكل واحده لها طريقه تخزين وطريقه شغل، يعني 60 10 بتستعمل في الغرز، ال 70 18 بتستعمل في الفيلنج والكاب، ال 70 18 والاسلاك دي لازم تتسخن، ال 60 10 و 60 13 ما بتتسخنش. ليه بقى؟ لان انا عندي الاسلاك اللي بتتسخن او اللو هيدروجين تايب مصممه انها تشتغل عند لو مويستشر كونتنت للزان 0.2%، انما بقيه الاسلاك مصممه انها تشتغل عند نسبه عاليه من الهيدروجين او الرطوبه، وبالتالي لو سخنتها بيحصل دامج